call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم راح نتكلم فيه عن بلاك اوبس 6 اللعبه الجديده. فقط بتكلم عن مود المالتي بلاير، ما بتكلم عن مود الزومبي ولا اتكلم عن مود الكامبين لاني بعدني ما جربتهم. راح اعطيكم رايي في اللعبه في بدايتها، طبعا في اول اسبوع ما نعرف التحديثات اللي بتنزل بعدين ولا اعرف الجلتشات اللي الناس بتحصلها بعدين، بس لحد الحين راح اتكلم عن هذا اللعبه. قبل ان نبدا، اذا كنتم ما ضاغطين على زر السبسكرايب او زر اللايك في هذا الفيديو، اتمنى انكم تضغطوه وتشيروا، لانه افضل حاجه تسويوها لاي صانع محتوى خصوصا في بداياتكم انكم تتابعوا الفيديو لحد النهايه. ضغطوا على اللايك وضغطوا على السبسكرايب. بشكل عام اللعبه معظم الحاجات اللي فيها حبيتها. ما في حاجات او نقاط اتكلم فيها بانتقاد، الا انه بعض المابات شوي كبيرة على التيم ديث ماتش والكل كونفيرم، يعني لما ما تكون اللعبة اوبجكتيف شوية الماب احس انها كبيرة. نفس ماب الملعب مثلا، ماب واجد واجد كبيرة، ومعظم الوقت تلقى نفسك انك جالس تقضي وانت تركض. اتمنى مثل هذه المابات انهم يسوونها بلوك فقط لبعض المودات، مثل اول مثل بلاك اوبس 1، بلاك اوبس 2، بلاك اوبس 3 في بداياتها كنت ما تقدر تلعب سيرش اند دستروي. متاكد ان بلاك اوبس 3 في بداياتها كنت ما تقدر تلعب سيرش اند دستروي في نيوك تاون. فهذا اللوك سهل انهم يسويوه لهذه المابات، وهم يعرفوا ان بعض المابات يعني ما حد يلعب فيها او ما حد يرغب انه يلعب فيها في هذه المودات. عندكم يعني بعض الاحيان كل كونفيرم، مش تيم ديث ماتش، كل كونفيرم بشكل خاص بعض الاحيان تستمر يعني لحد ما يخلص الوقت وانت اصلا بعدك ما وصلت لل 75 نقطة او ال 75 كونفيرميشن. ف كان افضل لو انهم يقدروا او لو انهم يسووا لف لهذا الماب، خصوصا ماب الملعب. صراحه ماب الملعب لما تركض فيها يعني تقضي الوقت كله ركض سبرنتات، وفي النهايه ما تقتل حتى السكور بيرمنت هناك في هذا الماب راح ينقص ويصير. المشكلة الثانية اللي واجهتها واللي كلكم تعرفوها اللي هي مشكلة سبونينج. بعض الأحيان الريسبون يكون يعني مرة جنب الأعداء أكثر من مرة. أنا أرسبن، يعني الحين أنا ما أتكلم عن إنه يرسبن وأنا موجود أو إني أرسبن وهم موجودين، لا، أنا أرسبن وهو يرسبن قدام، يعني أنا أشوفه في الكاميرا لما يرسبن. فالمفروض إنه هذا الشيء يعني يغيروه، وما أتوقع إنه بذيك الصعوبة يعني إنهم يحددوا الرسبون والأماكن اللي فيها الرسبون. ترى في النهاية اللي يلعبوه فقط 6 أشخاص في الجيم. ما نتكلم عن الجراوند وور وكذا، لا، احنا نتكلم عن 6 ضد 6. يعني ف لما يكون 6 لاعبين، يعني هل معقول الجيم ما في 7 اماكن ممكن انك ترسبن فيهم، بحيث انه اذا 6 موجودين في 6 اماكن المختلفة يبقى السابع فيهم. ما اعرف ليش ما قادرين يطبقوا هذا الشيء، وهذا المشكلة يعني على طول كول اوف ديوتي هذه المشكلة، ونتكلم عن هذه المشكلة ثانية. بعد ما يخلص هذا، بعد ما يخلص مسألة الموقع نفس الشيء، بعدين انت ابحث عن النظر، يعني اذا كان الشخص جالس يتابع على هذا المكان لا تسوي فيه رسبون. يعني عندكم ماب بابلون، بابل يعني الرسبون قدام عينك، ماب هذا مال العراق المطار، الرسبون قدام عينك. صراحة الرسبون مضروب بقوة. الحاجة الثالثة، طبعا نتكلم عن الانتقادات لكن هي انتقادات طفيفة يعني في النهاية. بعض الأحيان لما تختار اللود أوت يعطيك لود أوت ما عندك أبدا، يعني يمكن راندوملي يعطيك لود أوت شخص ثاني موجود في نفس الكوبي.
يصير لو داوت انت كنت مسوينه، لان مثل ما انتم شايفين هذه حاجه من احلى الحاجات في اللعبه انه اللو داوت تتخزن. يعني انت لو لعبت بهذا السلاح، خلينا نقول مثال، يعني اي سلاح من الاسلحه، مثلا لعبت بالسلاح تي يو 21 وبعدين غيرت لعب، يعني غيرت الكلاس هذا ولعب خلاط ثاني، بعدين لما ترجع للبي يو 21 هتلقى كل الاتاتشمنت اللي انت مسوينها موجوده. الأسلحة تتخزن بس الكلاس انت تقدر تغيره وتختار العشرة الأحزاب اللي تبي تبيعها ولا. فيمكن بسبب هذا الشيء لما تروح تنقي انت الكلاس هذا تختار البي 21 وغيرته. الحين اخترت مثلا اي لايت ميشن كان الأحسن فيه، لما تدخل اللعبة وتختار هذا الكلاس الاكس ام بي، بعض الأحيان في جلتش يفصل ويعطيك البي 21. ما اعرف هل هي هذه، يعني هو يختار لك كلاس من الكلاسات اللي انت عندك، او انه يختار لك راندوم اللي من اللوبي ولا من اي شيء، ما متاكد صراحه. بس هذا واحد خلصنا من المشاكل. لا بعد مشكله حلوها وما انها مشكله موجوده في هذه كل لعبه كول اوف ديوتي الاكس ام 4 حقيقة. الاكس ام 4 مشكلة، انا بعدني ما قربت الازبال، يعني بعدني بليفل 47. الناس تتكلم عن الازبال افضل واكثر سلاح مضروب في اللعبة، لكن انا اللي شفته الاكس ام 4 صراحة ابدا ما متوازن هذا السلاح، واتوقع انه بيسوون في تحديث قريب، يعني هم سووا امس تحديث. اتوقع انه سرعوا الليفلات او الاكس بي. بس اظن انه الاكس ام 4 لازم انه يصير له نيرف، لانه كثير او بي. من غير هذا التحديات في اللعبه، نعرف انه راح تجي تحديات مع بدايه كل موسم، والموسم الاول راح يبدا متى؟ تاريخ 16 ولا كم اتوقع؟ على لا ايوه على تاريخ 16 نوفمبر اتوقع، شيء كذا في نص نوفمبر. فلما ينزل هذا التحديث راح ينزل تشالنجات كولينج كاردز وما الى ذلك. من ناحية التشالنجات اللعبة صراحة يعني فيها تحديات واسعة بالنسبة للأسلحة، بالنسبة للكولينج كاردز، حتى بالنسبة للباتشز هذا اللي تحصلهن لما تقتل بالأسلحة. كل سلاح لما تقتل مثلا 100 قتلة بعدين يبدأ يعطيك الباتش لونه برونزي، بعد 200 قتلة يعطيك فضي، بعد 500 قتلة ذهبي. يتفاوت بين سلاح وسلاح. نفس الشيء يعني لكل حاجة في اللعبة، تتكلم عن الأسلحة، تتكلم عن الليتل، تتكلم عن التكتيكال، تتكلم عن كلها فيها باتشات وتحدياتها، ويخزن لك الرقم ويظهر افضل بادجات عندك تظهر تحت في الويننج سيركل. وهذا حاجة ثانية، رجعونا الويننج سيركل ورجعونا الايماءات في الويننج سيركل. هذا شيء ايوه ينرفز الحين، يعني الحين انتم تمشوها عادية لكن ما تقدم اللعبة بس نرفز هذا الحركات. بس نفس الشيء هذا النرفز هي يعني يمكن هو اللي يخلي اللعبة أكثر تشالنجينج. فا أيوه هذه هي الحركة اللي أتكلم عنها. تمنيت إنه يحولون الدبل إكس بي اللي كانت موجودة عندنا في لعبة الـ MW، بس للأسف ما أعطونا إياهم. تمنيت إنه نكمل على السيزون باس. أوكي الحاجات اللي فيه ما يعطونا إياها مباشرة، او ما يعطونا اياها، او ما تخص ابدا لعبه بلاك اوبس، لكن كان زي لو ما خلص السيزون الماضي. بس بغض النظر صراحه اللعبه اتوقع انها لعبه افضل بكثير من الالعاب الماضيه والسنوات الماضيه، وان شاء الله مع التحديثات يصلحوا الاخطاء بس ما يغيروا اي حاجه فيها. هنا نوصل لنهاية المقطع، بترككم مع تكملة لبعض الأقطاف من اللعبة. نشوفكم في مقطع آخر. ومرة ثانية نذكركم إذا كنتم ما ضغطتوا على زر المتابعة، ضغطوا على زر المتابعة وضغطوا على زر اللايك. نشوفكم في فيديو آخر والسلام.
down. Move. Enemy is down. Sending back. Watch your target ID. Sim applied. Requesting CUAV above. Requesting recon above. Above. Use your gun. Hola. Surveillance operation. Enemy marksman flatline. Using stim. Reporting fuel reserves at 50%. UAV fuel check 50%. Kills.